الإعلام الإنجليزي يضغط على بيبو غوردونا من أجل إرجاع رياض محرز لكرسي البديلاء وتهميشه وأيضا أن يبدأ برحم ستيرلينج. وأيضا سأشارك معكم رد بيبو غوردونا عن هذا السؤال وعن هذا الضغط بالضبط. هذا ما سنتعرف عليه زي مشاهدين إن شاء الله في هذا الفيديو. وأيضا سأشارك معكم الموعد الرسمي والتوقيت وأيضا القنوات الناقلة والتشكيلات المتوقعة لنادي مانشستر سيتي ضد نادي تشيلسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. صحة فطوركم لجميعكم أعزائي المشاهدين، وهيا بنا لنبدأ على بركة الله. طبعا المباراة لنادي مانشستر سيتي ضد نادي تشيلسي ستلعب غدا إن شاء الله في مسابقة الاف اي كاب للنصف النهائي على ملعب ويمبلي، ملعب نادي تشيلسي، على الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر. الموعد لهذه المباراة سيكون 5:30 بتوقيت الجزائر. نتمنى لكم فرجة ممتعة. وطبعا القنوات الناقلة هي بي ان سبورت، كانال بلس، ان ام سي سبورت، وايضا حتى يعني سكاي سبورت. نتمنى لكم ايضا فرجة ممتعة، وقولوا لنا في صندوق التعليقات اعطونا توقعاتكم. هل تتوقعون رياض محرز راح يكون اساسي؟ وهل تتوقعون نادي مانشستر سيتي سيفوز على نادي تشيلسي؟ خاصة ان نادي تشيلسي في الاونة الاخيرة راه متألق بشكل كبير مع يعني بقيادة توخيل. فاخبرونا اراءكم في صندوق التعليقات. طبعا اذا مشاهدين من ناحيه التشكيلات المتوقعه ساشارك معكم بعض التشكيلات المتوقعه ونرى ماذا الصحف الانجليزيه توقع. طبعا مانشستر ايفنينج نيوز توقعت لنا ستيفان اللاعب الثاني وحارس المرمى الثاني لنادي مانشستر سيتي، في خط الدفاع والكر، ستونز، دياز، وكانزيلو، بينما ايضا في خط الوسط سيلفا، رودريجو، غاندوغان، في خط الهجوم رياض محرز، كيفن دي برون كراس حربه او يعني كمهاجم وهمي، وايضا عندنا فيليب فودين في الطرف الاخر. بينما ايضا عندنا في الصحيفه الاخرى الملقبه بسبورتس سبورتسكيدا طبعا توقعت لنا رياض محرز وايضا يقابله فيليب فودين في الطرف الاخر، بينما موقع هوسكورد العالمي توقع لنا فودين، جيسوس، ستيرلينج لما كان للوجود رياض محرز، في خط الوسط غاندوغان، رودريجو، دي بروين، وحراسه المرمى ستيفان، كانسيلو، لابورت، دياز، ووالكر. طبعا استقبل الجريدة الأخرى ايفنينج ستاندر وتوقعاتها، توقعت لنا ادرسون، والكر، ستونز، دياز، كانسيلو، كيفن دي بروين، رودريجو، غاندوغان، فودين، برناردو سيلفا، وأيضا رحيم ستيرلينج. بينما أيضا الجريدة الموالية والأخيرة هي سبورت مول توقعت لنا في حراسة المرمى ادرسون، في خط الدفاع كانسيلو، وأيضا يعني لابورت، دياز، والكر، في خط الوسط رودريجو، كيفن دي بروين، وأيضا غاندوغان، وفي خط الهجوم محرز، جابرييل جيسوس، وفودين. فكما شفتم اعزائي المشاهدين البعض يقول انه راح يكون اساسي، البعض الاخر يقول انه لن يكون اساسي حسب رايهم الشخصي، وتبقى هذه فقط توقعات. انتم ايضا اعطونا توقعاتكم في صندوق التعليقات. طبعا اعزائي المشاهدين هذه المباراة ستكون صعبة، ونادي مانشستر سيتي حاليا يبحث عن الرباعية وتحقيق الرباعية، الا ان بيب غوارديولا في الاونة الاخيرة كان يقول هذا من سابع المستحيلات اننا سنحقق الرباعية، اي الفوز والتتويج باربع بطولات. ولكن اذا بيب غوارديولا استعمل المنطق واشرك يعني تشكيلة جيدة وخالية من الغباء كما نقول اعزائي المشاهدين، لانه في بعض الحالات اعزائي المشاهدين تحس بانه بيب غوارديولا هو اللي يبحث عن الخسارة لفريقه. ولكن لا علينا، بيب غوارديولا ان شاء الله سيدخل بتشكيله يعني منطقيه، وسنرى ان شاء الله فوز لنادي مانشستر سيتي في هذا اللقاء. فكانت هذه التشكيلات المتوقعه. الان ساشارك معكم يعني ارقام رياض محرز قبل هذا اللقاء. طبعا موقع هوسكورد العالمي عمل لنا تشكيله مثاليه الملقبه ببريمير ليج توب 4 بيست 11. بطبيعة الحال عملوا كما تشاهدون رياض محرز في هذه القائمة مع كيفن دي برونش، وكانسيلو، ستونز، ورحيم ستيرلينج، أفضل أربعة نوادي في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الترتيب وأيضا من حيث التنقيط. رياض محرز متواجد ببراعة واستحقاق وأفضل من فيليب فودن والعدد من اللاعبين الآخرين برصيد 7.34، بينما رياض محرز أفضل من رحيم ستيرلينج الذي تحصل على 7.24، وأيضا عندنا اللاعب الأول هو كيفن دي برونش 7.56. فما رأيكم أعزائي المشاهدين؟ أما الآن ننتقل إلى النقطة التي بسببها أردت إنشاء لكم هذا الفيديو، هو أن هنالك ضغط كبير على بيب غوارديولا حاليا في الآونة الأخيرة. ما نتكلموش على الأسبوع الماضي وقبل مباراة نادي مانشستر سيتي أمام بروسيا دورتموند، لأنه حكيت لكم أنه كان ضغط على بيب غوارديولا من أجل
اشراك رحيم ستيرلينج، ولكن قلنا يعني من بعدها ما راحش يحدث ولا شيء. ولكن في هذه المباراه يعني لهذا اليوم او لمباراه غدا بطبيعه الحال عفوا امام نادي تشيلسي، طبعا ما زال بيب غوارديولا يتحصل على ضغط كبير من يعني الاعلام عفوا الانجليزي، لانه هذا اللاعب يعني رحيم ستيرلينج لاعب المنتخب الانجليزي، فلهذا من الطبيعي انه راح يكون عنده لوبيات وراح يكون عنده ضغط كبير يعني من الاعلام الانجليزي ومساندة كبيرة من الاعلام الانجليزي ضد بيب غوارديولا وضد قرارات بيب غوارديولا. لانه بيب غوارديولا في الاول الاخيرة راح نذكركم اعزائي المشاهدين، بيب غوارديولا صرح انه بقاء رحيم ستيرلينج يعتمد على يعني تألق وتطور كل من فيليب فودن ورياض محرز، يعني هذا هو سبب بقائهم في كرسي البدلاء. فالإعلام الإنجليزي يعني اقتنع في ذلك الوقت، خاصة أنه رياض محرز سدد يعني ضربة جزاء في حين أنه البعض لم يرد تسديدها وكانوا متخوفين بشكل كبير لأنها مسؤولية كبيرة. ومن بعدها يعني في هذا المباراة يريدون يهميش رياض محرز أو إعادة رياض محرز إلى كرسي البدلاء، وأيضا إشراك رحيم ستيرلينج مكان رياض محرز، رغم أنه رحيم ستيرلينج ما يلعبش مكان رياض محرز، يلعب في الطرف الآخر يعني مكان فيليب فودن، ولكن حاليا يريدون إشراكه مع فيليب فودن. يعني فيليب فودن راهم عارفين باللي أنه ما راحش يخرجوه ويعني ما راحش يعيدوه إلى كرسي البدلاء، خاصة في ظل تألقه في الأيام القليلة الماضية والمباراة الماضية، فيريدون مكانة رياض محرز في نادي مانشستر سيتي ومكانه يكون يعني رحيم ستيرلينج. نشرح لكم اعزائي المشاهدين ما حدث في الندوه الصحفيه الاخيره، اين بيب غوارديولا رد بطريقته الخاصه عن هذه التصريحات وعن هذا الضغط الذي يعني يضغط على بيب غوارديولا من اجل اشراك رحيم ستيرلينج. طبعا في المؤتمر الصحفي بيب غوارديولا تحصل وايضا وصلته العديد من يعني الاسئله على رحيم ستيرلينج، يعني لماذا ما راكش لعب رحيم ستيرلينج، رحيم ستيرلينج كذا ورحيم ستيرلينج. طبعا سالوه يعني هل يمكن ان نرى رحيم ستيرلينج رفقه فيليب فودن، وبهذا التصريح يعني الإعلام الإنجليزي يريد بقاء رياض محرز في كرسي البدلاء وإدخال رحيم ستيرلينج في مكان رياض محرز. فبيب غوارديولا صرح قائلا: من يعرف خياراتي التكتيكية فإنه يعرف الإجابة الصحيحة، ستيرلينج يمكنه اللعب في ثلاث مراكز مختلفة في حين أن فيليب فودن قادر على اللعب في خمس مراكز مختلفة، وبالتالي فإن تواجدهما سويا أمر ممكن، يعني قال لهم بلي أمر ممكن، وفي نهاية المطاف مصير كل لاعب في يده. يعني قادر بيب غوارديولا اجاب بطريقه ذكيه، قال لهم باللي اذا راكم باغيين يلعب هذا وهذا اللاعب وهذا اللاعب شيء واقعي وممكن انه راح يلعب، ممكن اللاعب رحيم ستيرلينج رفقه فيليب فودن ورياض محرز يكون في كرسي البدلاء، ولكن بشرط هو انه يترك الامر بيده، يعني اذا تالقت لي فوق ارضيه الميدان وقدمت لي مستوى كبير راح تلعب، وهذا بيب غوارديولا ما يعمل به في الاول الاخيره، لانه في الاول الاخيره كما صرحت لكم يعني قبل قليل قلت لكم باللي انه بيب غوارديولا صرح انه بقاء رحيم ستيرلينج هو تالق رياض محرز وفيليب فودن. لو كان ما تألقش رياض محرز وفيليب فودن لأبقى رحيم ستيرلينج يعني في التشكيل الأساسي ولن ينتزع اسمه من التشكيلة الأساسية. فراح بيب غوارديولا بهذه الرسالة قال نترك له يعني نعطيه الفرصة، إذا بين لي باللي راح قادر يكون أفضل من رياض محرز أو فيليب فودن راح يلعب، ولكن إذا ما راش أفضل منهم راح يبقى في كرسي البدلاء. شفتوا أعزائي المشاهدين الضغط الإنجليزي وأيضا الإعلام الإنجليزي على بيب غوارديولا، صراحة يريدون يعني إرجاع رياض محرز إلى كرسي البدلاء، لأنه رحيم ستيرلينج شئنا أم أبينا عنده دعم كبير من الإعلام الإنجليزي. أما الجزائري رياض محرز شكون راه يتكلم عليه من غير الشعب الجزائري وحتى محللي قنوات بي إن سبورت وأصحاب القنوات الرياضية بطبيعة الحال. بينما صرح قائلا: الخيارات التي أقوم بها لا تكون مبنية على ما قدمه أي لاعب من الماضي بل على ما يقدمه فعليا فوق أرضية الميدان، واللاعبون الذين يشاركون بصفة أساسية في الفترة الأخيرة يستحقون مكانهم. يعني هذا هو تصريح بيب غوارديولا، النقطة عود إلى السطر، ما تحكيليش على الماضي نتاع اللاعب، احكي لي واش راه يقدم لي الآن، واش راه يقدم لي. رياض محرز الماضي نتاعو كان أفضل، الماضي نتاعو في نادي ليستر سيتي كان مزدهر ما شاء الله، فمن بعدها انخفض مستواه بسبب التهميش الذي كان يتعرض له في نادي مانشستر سيتي، ومن بعدها رياض محرز عندما أتيحت له الفرصة راه يتألق وحاليا راه متألق ما شاء الله عليه ونتمنوا له كل خير في قادم المواعيد، يعني راح يشاركه كلاعب أساسي. رحيم ستيرلينج راه يضيع بطريقة غبية، راكم شفتوا يعني الهجمة الأخيرة لنادي مانشستر سيتي ضد بروسيا دورتموند، رحيم ستيرلينج تحصل على الكرة وكان فارغ أمام المرمى، يعني مواجهة واحد لواحد رحيم ستيرلينج أمام يعني حارس مرمى نادي بروسيا دورتموند، وأيضا يعني اختلطت أفكاره وأوقف الكرة وبحث وأراد أن يبحث لمن يمرر الكرة من أجل التسديد. ما راهش عنده ثقة في النفس هذا اللاعب، فكيف تريدون يعني أن يكون كلاعب أساسي؟ بينما رياض محرز هو اللي كانت عنده ثقة كبيرة فوق أرضية الميدان ضد بروسيا دورتموند وهو الذي سدد تلك الضربة جزاء في حين أن البعض كان خائف من تسديد تلك الضربة جزاء.
المهم قال: الخيارات التي أقوم بها لا تكون مبنية على ما قدمه أي لاعب في الماضي، بل على ما يقدمه فعليا فوق أرضية الميدان، يعني حاليا. اللاعبون الذين يشاركون بصفة أساسية في الفترة الأخيرة يستحقون مكانهم. نقطة عودة للسطر. صفعة للإعلام الإنجليزي من بيب غوارديولا، وبيب غوارديولا راه عارف واش راه يدير بطبيعة الحال، في حين أنه رياض محرز راه أخذ المكانة الأساسية، وأيضا راه أخذ الحق، يعني مش الإعلام العربي على سبيل المثال راه ضاغط على بيب غوارديولا، لا 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 زعما المشاهدين. فأعطونا أراكم أعزائي المشاهدين حسب رأيكم الشخصي على هذا الضغط من الإعلام الإنجليزي على بيب غوارديولا. صراحة أتمنى رؤية تعليقاتكم في صندوق التعليقات لكي نتناقش في هذا الموضوع. كان هذا فيديو اليوم، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.